تشوف، هنعرض لك، هنعرض صور وتختار من كل اتنين واحد هو اللي هيكمل معاك. ماشي. نبتدي؟ ماشي. يلا بينا. أول صورة معانا يا كابتن محمد عمارة ولا الكابتن ياسر ريان؟ هتختار مين يكمل معاك؟ طب ده كلام يعني مو لعبتي معاه ومكسرين الدنيا وكابتن ياسر ما حدش بيزعل، دي لعبه. اول واحد خلي بالك قعدت معاه في الاوضه كابتن ياسر ايه، اه بيقولوا جاب لك اكل وبتاع عشان ينيمك. كنت لسه صغير انا انت عارف كان لسه راجع من صليبي وكان عايز يلعب ناحيه الشمال وقال لك انا عايز العب ناحيه الشمال وانت بتلعب وانا بلعب قال له انا هديك ناحيه اليمين فهو كان بيقعد معانا بحبه جدا. هتختار مين؟ الشخصيه ما فيهاش كسوف. انا الاثنين حبايبي. لا اختار واحد. انت كده هتوقعنا في ناس كلها. لا خالص. هنختار اول واحد قعدت معاه في الاوضه كابتن ياسر. هنقول للكابتن عماره. اه عماره حبيبي ما تزعلش بقى انا عارف امسكها هيقطعني. هيكمل معانا الكابتن ياسر ريان. هنشوف الصورة. بص بيبص لك ازاي، بيقول لك عارف لو ما كنتش اخترتني اهو مكمل معاك. سيد معوض ولا ياسر ريان؟ تختار مين؟ انت كده هتوقعنا في هتضيع باكات مصر كلها الشمال. هتخاف من البصة ولا سيد؟ بص جاي لك متحفظ. عارف سيد ما بيسكتش. سيد هيفضل شايلها لك في قلبه لمدة سنة 10 سنين. لا ناخد العرب طبعا. معلش يا كابتن ياسر بقى معلش. هنقول للكابتن ياسر معلش اخدك واحده واحده. بيقول لك ونروح كابتن سيد معوض هيكمل معانا. الصوره اللي بعد كده الكابتن سيد معوض ولا احمد شديد قناوي؟ لا ابو الشد. لا خلينا بقى معلش بقى وشد. خلي معوض تعرف زعل وحش. خلي بالك شديد لسه بيلعب. انا عارف ما هو لسه قدامه فرصه. ايوه امال سيد انا قابله كتير. سيد قلب اسود اصلا. ايوه مش هيسيبنا في حد. بنقول لك احمد شديد شكرا وهيكمل مع سيد معوض. اتفضل. سيد معوض ولا محمد ابو العيله؟ محمد عبد الشافي. يا اسف دايما اغلط في الاسم. عبد الشافي جميل. عبد الشافي من الشخصيات المحترمه جدا. انا اقول العرب. العرب جميل. العرب برضك بس العرب احنا نجحناك 3 جولات. هتكمل عبد الشافي جميل. عبد الشافي جميل وحد جميل جدا يعني من الناس ولسه مجدد مع نادي الزمالك. لا هو شخصيه جميله. هتخليه يكمل معاك ولا تاخده؟ ناخد عبد الشافي. معلش عرب احنا برضك العرب 3 جولات عشان ما يزعلش مننا. بنقول للكابتن سيد شكرا ونروح لمحمد مين؟ سوري ايوه محمد عبد الشافي اللي بعد كده. الصوره اللي بعد كده يا نهار ابيض ده العصفور لسه مقابل طارق. لسه مقابل ماتش الترسانه. طارق ولا عبد الشافي؟ طارق جميل برضك. انت كده عشان حرام عليك انت خليتنا خسرت الناس كلها. لا خالص ده هزار يعني. ده كده ده طارق برضك. انت توترت ولا ايه؟ لا طارق برضك. طيب. طارق بيزعل برضك زي سيد. خلاص اختار. ما فيش حد بيزعل والله. لا مين هيكمل معاك؟ اكمل عبد الشافي برضك. خلاص معلش يا طارق مهما ضحكت له وما بيضحكش عليه ده. هنكمل محمد عبد الشافي وكابتن احمد رمزي. انا بحب احمد رمزي. لعيب جامد قوي. لا حاجه خلي بالك ده كده فرده تقيله. خلي بالك اللاعب برضك فاكر الترقيصه بتاعته بتاع كاس العالم اللي عمل كده. لا احمد رمزي واحد من افضل باكات ليفت جت في التاريخ. طبعا معلش بقى عبد الشافي. عبد الشافي طولت قوي مع كده. عندك تمرين بكره الصبح فايه لسه عندك فرصه. رمزي خلاص. رمزي جميل. كابتن احمد رمزي ولا الكابتن ربيع ياسين؟ يا نهار ابيض. قلت لي بقى ثواني انا اقول لك حاجتين. قلت لي الترقيصه بتاعت كاس العالم واما مش هتدخل التمرين. لا بغض النظر كابتن ربيع انا بحبه جدا. لا كابتن ربيع بحبه جدا. بقول لك مثلا لا كابتن ربيع الواحد فاكر له كل حاجه. انا فاكر له بجون ادخل في الموضوع بركبته. خش في الموضوع. كابتن احمد رمزي ولا كابتن ربيع؟ كابتن ربيع طبعا. معلش يا كابتن رمزي. وكده الكابتن ربيع ياسين في فقره مين هيكمل معاك. معانا صور ثانيه ولا خلاص كده؟ في صوره كمان. كابتن ربيع ياسين ولا احمد سمير فرج؟ لا سمير صاحبي وحبيبي كل حاجه كان معانا بلجيكا. بس ابو سمره لا كابتن هتبيع عشره العمر. كابتن ربيع طبعا حاجه ثانيه. مثل الاعلى انا بحبه. لا والله ابو سمره شرفتنا شويه. ابو سمره انت حبيبي. احنا بنقعد في بلجيكا. نقعد في بلجيكا. ركز في الاسماعيلي وصفقات الاسماعيلي. ركز. هيبقى بينا بكره في القاهره ولا حاجه نقدر نتكلم مع بعض. الكابتن ربيع ياسين هو اللي هيكمل مع احمد ابو مسلم. الصوره الاخيره يلا بينا. الكابتن ربيع ياسين ولا
جيلبرتو. جيلبرتو جميل. جيلبرتو من الشخصيات الجميله. قول لي. لا كابتن تختار مين؟ هو الاختيار بس كابتن ربيع طبعا. حاجه ثانيه. بص بعت جيلبرتو؟ جيلبرتو لعيب كويس وكل حاجه وانا بحبه جدا وشخصيه كويسه جدا، بس احنا بنتكلم كشخصيه ولعب وكاريزما وكل حاجه. كابتن ربيع سيني، كابتن ربيع سيني خلي بالك قبل ما بكلمك في كل حاجه انا بقول لك انا كنت بحب اتفرج عليه. يعني بحب اتفرج عليه على جريه وعلى سرعته وعلى الكوره بيعدي ازاي. وخلي بالك يا شادي جيلبرتو اشول، انت فاهم ازاي؟ فبالنسبه له الناحيه الكروس باص او الكوره بيعدي ناحيه الشمال سهله. كابتن ربيع كان بيلعب رجل يمين، فانت عند قمه الصعوبه اللي انت ما تلعب باك شمال ومحدش عارف بيلعب يمين ولا شمال، يعني بيعدي. دي حقيقه. السرعه اللي كان فيها، السرعه والقوه. وخلي بالك الكروس باص لما بيروح الناحيه الثانيه اقول لك كان سابق، بنقدر نقول على كابتن ربيع كان سابق الزمن اللي هو. وانت خلي بالك يعني كابتن ربيع حتى كابتن جوهر الله يرحمه بيعشقه وبيخليه يلعب في حته المساك وبيخليه يزيد. انت فاهم انت الموضوع؟ يعني الثقه دي مش بسهوله بالظبط. يعني مثلا انت بتلعب باحمد رمزي لعيب قوي، بس انت عندك حاجه مختلفه كده. يبقى الكابتن ربيع ياسين هو اللي هيكمل مع ابو مسلم المشوار، وان شاء الله تصعدوا مع بعض فرقه بتروجيت.